السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض. احنا ان شاء الله من دلوقتي ولمده ساعه بوصفات لذيذه، وهنبتديها بوصفه فراخ لذيذه جدا، طريه جدا، كلها نكهات. ويلا بينا نشوف ازاي هنعمل الفراخ بتاعتنا. طيب هنعمل دلوقتي دجاج بالتتبيله، وانا النهارده مستعمله الجزء اللي تحت من الفراخ اللي هو وراك الفراخ مخليه. فعندنا 6 وراك فراخ، عندنا ربع كوبايه زيت زيتون، عصير ليمونه، 4 فص ثوم مفروم، معلقه كبيره عسل، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره بودره ثوم، معلقه صغيره بودره بصل، نص معلقه صغيره شطه، ملح وفلفل، وربع كوب جبنه بارميجان. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طيب احنا عندنا هنا الاول خالص انا هحط للفراخ دي زيت عادي، مش زيت زيتون، هخلي زيت الزيتون هقول لكم هنعمل بيه ايه في الاخر. هنحط هنا شويه ملح وشويه فلفل هنحط بقى من الحاجات اللي عندنا كلها، شويه بابريكا، بودرة ثوم، يعني كل اللي انتوا عايزين تحطوه حطوه. احنا هنرجع، بس انا بحط جزء ما بحطوش كله، تمام؟ علشان خاطر كل ده هنرجع نحطه كمان شوية تاني. هنحط هنا شوية زيت في الطاسة في الشواية بتاعتنا، وهنحط هنا شوية زيت برضو، وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه. تمام كده، يعني احنا ممكن نسيبها في التتبيله شويه، بس انا الصراحه يعني مش فارق معايا اسيبها في التتبيله، لان انا هعمل لها صوص اصلا لذيذه جدا هتتحط عليها، فمش مهم عندي اتبلها، انا المهم عندي انها تستوي وخلاص. والطعم ده بقى يعني هنخليه لغايه ما نحط الصوص بتاعتنا اللي هنحطها عليها. هنحط دلوقتي الفراخ بتاعتنا في الشوايه، وطبعا احنا معليين النار على اعلى درجة حرارة، ودي وراك، والوراك كتير بتفرق عن الصدور في الطراوة، الوراك كتير اطرى الصراحة. فاحنا هنحط هنا الوراك اللي عندنا، واخر واحدة. تمام، هنسيب ده بقى كده على النار ونبتدي احنا نجهز في الصوص بتاعتنا. الصوص بتاعتنا عشان نعملها عايزين طاسة. هنعمل ازاي الوصفة بتاعتنا؟ هناخد زيت زيتون هنحطه كده هنا، وعندنا الثوم هنحطه هنا، بنقدر نحط كمان بقدونس على فكرة عشان افتكر هيبقى طعمها لذيذ بالبقدونس، هتبقى حلو. فيعني بنضيف معلقة كبيرة بقدونس، نقلب بس كده شوية لغاية ما الثوم يبتدي بس ايه على الخفيف كده ياخد، يعني مش ياخد لون، قبل ما ياخد لون قبل ما ياخد اللون. خلينا نشوف هنا ايه الاخبار، لسه طبعا بس بنبص برضو، لسه شوية طبعا، يعني بنحاول ان احنا ما نقلبهاش كتير علشان تفضل العلامات باينة. بس كده ابتدى الزيت بس كده يبقبق من غير ما يتغير لونه خالص كده، تمام؟ شايفينه اهو، بس كده خلاص خلاص. انا كده مش عايزة منه اكتر من كده، هشيله من على النار خلاص كده حلو. وهنروح بقى هنا ونبتدي نحط له العسل،
البابريكا، شوية فلفل حراق، شوية ليمون، شوية ملح، ممكن نحط شوية من بودرة البصل، وهنحط آخر حاجة الجبنة البارميجان ربع كوباية، وهنحط اللي اتفقنا عليه. احنا اتفقنا على شوية بقدونس صح؟ اهي خلاص، دي اللي هنحطها على وش الفراخ بتاعتنا اول ما تخلص، وصدقوني هتاخد الطعم في حتة تانية خالص. تعالوا نشوف بقى كده هنا ايه الاخبار. يعني نقدر نقول يعني لسه، بس خلاص بقى هنقلبها. خلاص انا هسوي دلوقتي الفراخ بتاعتنا، هنسويها كده لغاية، هنسيبها كده لغاية ما تستوي تماما على الجنبين، وبعدين هنحط لها الصوص دي على الوش. فدلوقتي خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي الفراخ بتاعتنا يعني قربت تستوي، تعالوا نبص عليها بصه كده، يعني خلاص فاضل لها شويه. حاجه بسيطه وهتبقى تمام التمام. يلا على ما تخلص تعالوا نعمل مع بعض وصفتنا النهاردة اللي بالسمبوسك. علشان نعملها عايزين سمبوسك، هنعملها بطريقة هي خلطة كده لذيذة من كذا ثقافة طبخ يعني. فالنهاردة هنستعمل السمبوسك واللي هي حاجة شرقي، وهنستعمل بعد كده بطاطس بالجبنة وبالحاجات فاللي هي حاجة شوية غربي، بس هتطلع النتيجة لذيذة جدا ان شاء الله تعجبكم. هنعمل سمبوسك بحشوة البطاطس، عشان نعملها عايزين سمبوسك، والحشوة عبارة عن بطاطس مسلوقة ومهروسة، 1 كوب كريمة، 1 كوب جبنة شادر، 1 كوب جبنة كريمي، 2 معلقة كبيرة بقدونس، ملح وفلفل ورشة من جوزة الطيب. وعشان نقفل السمبوسك كويس عايزين مية ودقيق، وعايزين زيت للقلي. دي المكونات بتاعتنا النهاردة للسمبوسك بتاعنا. احنا كده خلاص تقريبا الفراخ بتاعتنا جهزت، فخلينا ناخدها بقى كده زي ما هي. محمرة كده ولذيذة زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه بقى؟ هناخد الفرشة هنروح هنا خلاص، احنا هنطفي النار عليها، هنطفي النار هنقلبها. بس فين وشها دي؟ اهو وشها اهو ده. خلاص دي كده كله تمام، هنشيلها من على النار، نطفي عليها النار 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 تمام كده. وهنا لا، يلا هناخد دلوقتي الصوص اللي احنا عملناها وهنبتدي نحطها على الفراخ بتاعتنا.
وهنخليها بس شوية كده لغاية ما تتشرب. احنا طفينا النار خلاص، يعني احنا طفينا النار، بس هسيبها شوية كده في الطاسة في الشواية تشرب شوية من الصوص بتاعتنا، وبعدين بنقدمها. تمام كده، خلاص هنسيبها بقى شوية ونروح نعمل الوصفة بتاعتنا. يلا عشان نعملها هنعمل ايه؟ عايزين ناخد، سهلة جدا بس طعمها بيطلع لطيف قوي. هناخد بولة علشان نعمل فيها الخلطة بتاعت البطاطس بتاعتنا. هناخد البطاطس اللي عندنا، الكمية اللي احنا عايزين نستعملها، مفيش حاجة معينة على فكرة لأي كمية من أي حاجة، يعني هو بس هي دي المكونات وخلاص. هنحط جبنة، يعني تقدروا تحطوا بطاطس أقل، تقدروا تحطوا بطاطس أكتر، تقدروا تحطوا جبنة أقل، تقدروا تحطوا جبنة أكتر، فأنا هنا مش عاملة الكمية كاملة اللي اتفقنا عليها، فهنحط كميات أقل. وهنطريها بشوية كريمة. خلينا نشوف بقى ايه الاخبار كده. عارفين انا بايدي الدنيا بتبقى اسهل واسرع. جبنه وجبنه وجبنه، وحطينا كريمه، يعني حاجه لطيفه جدا. شايفين هنقص شويه جبنه لغايه ما ناخد القوام اللي احنا عايزينه، وكل نوع بطاطس ليه قوام. خلاص انا كده تمام، كده كويسه، ممكن كمان تستحمل شويه كمان، ممكن نحطهم دول كلهم. خلاص كده البطاطس عندي جهزت، بس عايزه احط لها شويه ملح وشويه فلفل. دي كده خلاص تمام، وشويه فلفل وشويه ملح. وهنقلبهم شوية وخلاص. ناخد بقى دلوقتي السمبوسك بتاعتنا، حتى نفس الحشوة دي بتقدروا تعملوها بعجينة سمبوسك انتوا عاملينها في البيت لو تحبوا. والبطاطس على فكرة دي زي ما هي كده بنقدر ناخدها ونحطها جنب الفراخ المشوية. ناخد قطعة كده ونحط شوية من البطاطس. وهنقفلها مع بعض على شكل مثلثات، يعني دي كده هنا كده، ومن هنا لهنا، ومن هنا لهنا، واللي بعديها بقى هي اللي هتقفل لنا السمبوسك كده. كده اهو اتقفلت تماما. بنيجي بقى هنا ونحط شوية من الدقيق والمية وبنقفل كده. ادي السمبوسك بتاعتنا اللذيذة جدا اللي بالجبنة. تمام، عندنا بقى احنا هنا الزيت بتاعنا سخن، هناخده ونحط فيه. طبعا السمبوسك دي بتقدروا انكم تعملوها وتشيلوها في الفريزر وقت الحاجة، بتطلعوها على طول، بتلاقوها وبتقلوها على طول. نقليها بقى كده لغاية ما تاخد لون حلو من الجنبين. طبعا الزيت غزير فهتاخد من الجنبين على طول، هي اصلا ابتدت تتقلي خلاص. هو انتوا عارفين اصلا ان السمبوسك دي اصلا مستوية، يعني السمبوسك من غير ما احطها في الزيت هي عجينة مستوية،
يعني هي السمبوسك دي عشان تتعمل كده تطلع لنا لازم تتحط على النار، فبتتحط على النار بتستوي وبعدين بنرجع احنا بنقليها، بس هي مستويه. هنخليها بس على النار كده لغايه ما تاخد الشكل الذهبي. ايوه، والحلو فيها زي ما قلنا انه بينفع ان احنا نحطها في الفريزر. خلينا نطلع الفراخ بتاعتنا، كفايه عليها كده. وهاخد شوية من البطاطس دي واحطها جنبها، يعني ممكن نحط لها شوية بطاطس كده على جنب، ممكن نحط لها هنا شوية بس ايه، نحطهم في كيس حلواني كده وننزلهم بطريقة لذيذة. دلوقتي نطلب كيس حلواني ونحطهم بطريقة حلوة. اهي ابتدت تنفش السمبوسك، واخر لذاذة واخر جمال. تعالوا نطلع واحدة كده ونشوفها. طبعا مقرمشه اهي، بصوا كلها بطاطس من جوه، بصوا كلها بطاطس وجبنه من جوه، حاجه طبعا لذيذه جدا جدا. خليني بقى انا هطلع دول، اهي اتحمرت زي ما احنا عايزين اهي. وخلينا دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. خلصنا السمبوسك بتاعتنا وده شكلها بعد ما خلصت، مقرمشه كده ولذيذه وطعم الجبنه فيها كتير مختلف ولذيذ مع البطاطس. وكمان بتقدروا زي ما قلنا تعملوها وتحطوها في الفرن برضو، هيبقى قصدي في الفريزر برضو، هتقعد معاكم وهتنفعكم جدا وقت الزنقات برضو. وهنا انا حطيت شويه من البطاطس بتاعتنا اللي بالكريمه وبالجبنه مع الفراخ المشويه اللي عندنا. ودلوقتي خلينا نبتدي نعمل مع بعض وصفه تانية لذيذه جدا برضو وسريعه ما بتاخدش وقت خالص، وبرضو بالباف بيستري. انا دايما بقول لكم ان انا بحب عجينه الباف بيستري لانها بيطلع طعمها لذيذ، ولانها جاهزه من السوق، ولانها عجينه محايده يعني بنقدر نستعملها في الاكل الحادق والاكل الحلو. فالنهاردة احنا هنعملها حلو. هنعملها بايه؟ عارفين البالميه اللي هو بيبقى كده يعني تحسوه عامل كده كده مع بعض، لونات. مرات بيتقال عليها بالميه ومرات بيتقال عليها لونات ومرات بيتقال عليها إليفنت إير باين حاجة كده، ودن الفيل حاجة كده. المهم ان انتوا اكيد عارفينها، يمكن الاسم مش قوي يعني بس انتوا اكيد عارفينها. شوفوا هنعمل ايه، هنقرا المقادير الاول. المقادير بتاعتنا عشان بالميه هنعمله النهارده بنكهه البرتقال. علشان نعمله عايزين ايه؟ عايزين باف بيستري يكون رول كبير، عايزين 1 كوب سكر، عايزين 2 برتقال كبيره المبشور بتاع القشر بتاعها، 200 جرام شوكولاته للوش عشان نغطس فيها البالميه بتاعتنا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد العجينه بتاعتنا وهنحطها كده هنا. قبل ما ناخد العجينه خلينا نعمل السكر. هناخد السكر اللي عندنا نحطه كده هنا، وهناخد مع السكر البرتقال المبشور.
وهنفرك كده السكر بالبرتقال المبشور اللي عندنا، بالمبشور القشر ده، نحط شوية كمان. انا مخليها شوية عشان احطهم على الوش مع الشوكولاتة. فهناخد كده البرتقال مع السكر ونعملهم بهذا الشكل. تمام، نخليهم بقى على جنب هنا، ونجيب العجينة بتاعتنا وهنبتدي نحط عليها من السكر اللي عندنا. هنوزعه كده كويس، وبعدين هنضغطه شوية، او ممكن حتى نجيب النشابة وندوس عليه بالنشابة كده. شايفين انا عايزاه كده يمسك، بصوا الفرق بين ده وبين ده، فاحنا عايزينه كده يمسك. مش بفرد العجين، انا بلزق البرتقان عليه. تمام، البرتقان والسكر هناخدها بعد كده وهنلف العجينة بتاعتنا. بصوا هنلفها ازاي، يعني ممكن نعملها تخينة وكبيرة، وممكن نعملها اصغر زي ما انتوا عايزين. فلو هنعملها صغيرة يبقى هنلفها بكده كده، لو هنعملها رفيعة، لو هنعملها اتخن يبقى هنلفها من هنا، فزي ما انتوا عايزين. خلينا نبتدي احنا بالحتة دي. كده هنعمل ايه بقى؟ بصوا هنقص، هنلفها لغاية النص. هنلفها كده لغاية النص، ماشي؟ شوفوا النص فين اهو. كده لغاية هنا بس، خلاص كده. بعدين ألفها كده وألف بال عكس، بالعكس دي هتطلع صغيرة، هتطلع حجم لفتها وحجمها أصغر من لو لفيناها من هنا، يعني لو لفيناها كده. كده لغاية ما نوصل للنص عشان يبقوا الاتنين قد بعض، اليمين قد الشمال. تمام كده. هناخد بقى دلوقتي السكينة وهنقطع البالميه بتاعتنا. بصوا اهي، بصوا كده. هناخدهم بقى كده ونحطهم هنا، شوفوا صغننين ازاي، لزاز كده وصغننين. نقطعهم، هناخدهم بعد كده هنحطهم في الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما يستووا معانا، لغاية ما يتخبزوا معانا. وزي ما اتفقنا ده مقاس صغير، ده مقاس صغير، احنا ممكن نعملها اكبر من كده بكتير، وممكن نعملها كمان اصغر من كده بكتير، وتبقى حتى عاملة زي الحاجات اللي بتتاكل السيريال والكلام ده. خلاص احنا كده تمام، هناخدهم بقى هحطهم كلهم في الفرن، ومن الفرن على درجة حرارة 180-200 كده، يعني من 180-200 لغاية ما يستووا معانا. ممكن لو تحبوا تدهنوهم بشوية بيض، او ممكن بشوية كريمة، بيض او كريمة زي ما انتوا عايزين.
لو هتحطوا بيض حطوا معاه فانيليا وخلاص. ويلا بينا على الفرن. خليني احطهم كلهم كده. ويلا بينا هروح احطهم في الفرن ونطلع احنا دلوقتي لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا اخدنا القطع اللي طلعت من الفرن اهي كده زي ما انتم شايفين، وهناخدها نحطها في الشوكولاته هنا عندي انا اهو كده اهو اهي بصوا كده. بعد ما حطيناها في الشوكولاته بنضغطها كده شويه، بنهزها علشان نشيل الزياده، وبعدين هنحطها هنا على ورق الزبدة كده، وهناخد شوية من برش البشر البرتقال وهنحطه على الوش على الشوكولاتة. يلا كده نبقى احنا عملناهم. طبعا احنا اللي عاملينهم معاكو اصغر من دول، احنا قلنا هناخد بقى دول اللي نشفوا وهنحطهم كده هنا. طبعا الطعم لذيذ جدا وقرمشة وحاجة لطيفة خالص. والمهم انه سريع يعني بسرعة بيخلص وبيطلع طعمه حلو، يعني لازم اي حد ياكله يحبه. وادي البالميه بتاعنا اللي في الفرن بقى زي ما اتفقنا صغنن مش كبير. بصوا خليه بس نستنى عليه لما يخلص شويه كده، ممكن على ما نخلص يكون خلص كده. هي حلقتنا خلصت معاكم. تعالوا نشوف الحاجات اللي عملناها مع بعض النهارده. عملنا ايه؟ عملنا معاكم اول حاجه الفراخ اللذيذه. شوف بقالها قد ايه حاطينها من السيجمنت اللي فاتت، وبصوا لسه لمعتها فيها زي ما هي وجميله جدا. تقدروا احنا حطيناها في على الشوايه، تقدروا تحطوها في طاسه، تقدروا تحطوها في الفرن زي ما انتم عايزين. المهم بعد ما تخلص وتطلع ندهنها بالتتبيلة اللي احنا عملناها، واللي هي تعالوا نشوف مقاديرها كاملة. دجاج بالتتبيلة عندنا 6 وراك دجاج مخلية، ربع كوب زيت زيتون، عصير ليمونة، ملح وفلفل، 4 فص ثوم مفروم، معلقة كبيرة عسل، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة بودرة ثوم، معلقة صغيرة بودرة بصل، نص معلقة صغيرة شطة، وربع كوب جبنة بارميجان. احنا اخدناها حطينا عليها ملح وفلفل وشوية بودرة ثوم وشوية بودرة بصل وبابريكا، وحطينا زيت نباتي في الطاسة او في الشواية، وشوينا الفراخ بتاعتنا زي ما احنا بنشويها، او بنقدر ان احنا نعمل نفس ده بس في طاسة، او بنقدر ان احنا نعمل نفس ده ونحطها في صينية وندخلها الفرن بس تستوي. بنكون احنا عاملين صوص عبارة عن زيت زيتون وثوم، وحطينا معاها جبنة بارميجان، وحطينا بودرة بصل وشوية ملح وشوية فلفل، وحطينا معاها شوية شطة كمان وبابريكا، ودهننا وبقدونس. بقدونس بقدونس ضفناه أثناء الحلقة، ودهننا بيها الفراخ بتاعتنا أول ما استوت. وده بقى شكلها زي ما انتم شايفين كده، فيها لمعة وفيها طعم جميل جدا جدا بعد ما حطينا عليها زيت الزيتون. عشان كده احنا ما تبلناش الفراخ، لان هي كل الطعم بتاخده من الصوص اللي بنحطه عليها بعد ما بتستوي. عملنا كمان وصفة تانية وهي سمبوسك البطاطس البيوريه او البطاطس المهروسة، دي برضو لذيذة قوي. السمبوسك جاهزة، وعملنا للحشو بطاطس مسلوقة ومهروسة، حطينا عليها كمية من الكريمة والجبنة التشادر،
وملح وفلفل وجبنة كريمي وبقدونس ورشة من جوزة الطيب، وقفلنا السمبوسك بشوية دقيق ومية، وطبعا عايزين زيت للقلي. اللذيذ في السمبوسك دي ان احنا بنقدر ان احنا نحطها في الفريزر، بتستوي بتفضل في الفريزر وبنطلعها تستوي على طول قبل ما نعوزها، يعني بنطلعها قبل ما نستعملها بنص ساعة، وبعدين بتبقى معانا كأننا لسه عاملينها. فكرة انها تبقى من بره هشة، السمبوسك العجينة تبقى من بره هشة والحشوة حاجة طرية جدا، تضارب القوام ده بيدي طعم لذيذ قوي قوي. فالبطاطس طرية خالص جدا جدا والسمبوسك مقرمشة جدا جدا، فبيطلع الطعم لذيذ قوي. عملنا كمان معاكو البالميه او اليونات. بالميه معرفش يعني ايه، لونات يعني نظارة، فهي لان شكلها زي النظارة. عملناها معاكم، هي اصلا وصفة سهلة جدا، برضو بنستعمل فيها الباف بيستري. والباف بيستري اخدنا جبنا السكر وفرقناه بقشر البرتقال، وبعدين فردناه على العجينة وضغطنا عليه بالنشابة عشان السكر والبرتقال يلزقوا في العجينة. بعدين لفينا العجينة بالعكس، يعني نص العجينة لفيناه كده والنص التاني لفيناه كده لغاية ما تقابلوا الاتنين، وابتدينا نقطعهم علشان يطلع معانا شكل كده زي ما انتوا شايفين. وزي ما انتوا شايفين هي شبه النضارة فعلا، عشان كده مرة ممكن يبقى اسمها ليونات. وفي كمان اسمها بيبقى elephant ears باين حاجة كده، اللي هو ودن الفيل، ليها اسامي كتير قوي. المهم ان هي في الاخر طعمها لذيذ جدا، وزي ما قلنا بنقدر نعملها كمان صغيرة قوي كده زي دول. شوفوا قد ايه صغننة، يعني هي لسه فاضل لها شويه بس انا هطلعها لكم تشوفوها وهي صغيره كده. تقدروا تعملوها كمان اصغر واصغر وتك تك 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 كده بسرعه كتير، وبتتاكل مع الحليب كحاجه زي السيريال يعني. شوفوا سبحان الله، يعني بتطلع لطيفه. شوفوا الجمال، لذيذه جدا جدا. الوصفات بتاعتنا هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية، واللي ما شافش الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة. عندنا إعادتين، إعادة الساعة 8 بالليل وإعادة الساعة 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة ووصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.